احسن الله اليكم شكرا للمتصل هل الاخذ بالاسباب ينافي التوكل على الله؟ لا منافاه بين الاخذ بالاسباب مع التوكل على الله. لا بد من الامرين، لا بد من التوكل على الله ولا بد من الاخذ على الاسباب، فلا يقتصر على الاسباب ويترك التوكل ولا ياخذ التوكل ويترك الاسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما فلبس لامه الحرب ولبس الدروع وأخذ السلاح وهو متوكل على هو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام فلا بد من الجمع بين الأمرين الأسباب النافعة والتوكل على الله عز وجل هنا